due fuori, era stato vengono a fare questi con Gigi, un giorno nel genio, alle 90 lire, poi alla fine, gli altri salvano un essere scelto, poi alla fine, altri salvano la cosa da fare, cosa da fare, queste le proposte scelte. Mi giravano tutta la idea, ci sono stati, in una volta che ho fatto la torcia, mi chiedo che non si è e mi ho detto che poi il papà mi ha chiamato e mi ha detto che ho uscito da paesi e mi ha detto questa qui mi può dire che è come il cuore dell'acqua mi può dire come il cuore dell'asma papà con tutti gli esperti gli era che ti chiamano me questa qui alla seconda unità e te allora se c'è se è per allora se c'è un giga هذا ممكن أن نقول درجة ضمن ضمن سيرجرس أن ممكن أن يكون أنجل ممكن أن يكون شنو هذا أي مقطع مفتوح ممكن أن نسمع ما
برضو احنا واقفين بالجدول يجوز تجينا كقيمه بالنسبه لي اللي ما موجوده بالجدول. شلون يعني؟ يعني هسه لما بعمل النسب مال اي الى واحد 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 10 انفينيتي يجوز انت بس يوالنا تحيل طلع لك اي الى بي مثلا 1.3 1.3 مضمون يعني انت عندك 1.2 1.5 1.3 وين صار؟ في مكان ما بينات شنو نستخدم؟ نستخدم الانتربوليشن. الانتربوليشن عندنا في السؤال ان شاء الله به كلمه مو موجوده مباشره راح نسوي انتربوليشن ونطلع هاي القيمه اكزاكتلي قيمه السيوم والسيوم. اذا هذا كل ما عندي فيما يخص هذه المقاطع. هذه القانونيه وهذا الجديد اللي علينا نطلع قيم من الجدول اعتمادا على نسبه A الى B. خلينا نشوف السؤال. اعطاني في السؤال ثلاث مقاطع، رسم لي ثلاث مقاطع، مقطع دائري شف طبعا، هذا المقطع الاول، المقطع الثاني مربع subject to torques that produce the same maximum shear stress.
يعني هذا الدور رمضان شنو تاوات الخاص بي، هذا الدور الطول لهذا الأبطال تاوات الخاص بي، وهذا الدور بسلطانها الطالي تاوات الخاص بي. بس ايش بيهم دورين قليل مستاوي، بس مو بالضرورة الدور مستاوي، دور مو بالضرورة يكون مستاوي، بس المهم اللي هو شنو الشير ستريس مستاوي. احنا what is the torque carried by each، يعني the torque بكل مقطع سؤال جيد المربع. تمام.
مثال تي بي على سي 1 اس سي لازم نجيب القيمه مع سي 1 مو صحيح؟ لازم نجيب القيمه مع سي 1 هل الواو على سي 1 لها علاقه بالاي والبي بالنسبه للاي الى بي فاذا قلنا الاي الى بي تساوي اتش الى اتش جيب واحد حطوا بالجدول جيب شوفوا الجدول اللي في جيب شوفوا الجدول اصلا من جدول طلع الجدول بس يعني اول مره شوف من واحد في جيب السي 1 0.208 جيب اذا السي 1 سي 2 مساحات
متساوية جدا. مساحات متساوية، يعني ليش هو عجيب؟ استخدم هاي العلاقة. هاي العلاقة شو تقول؟ مساحة الدائرة ما على 100 ار تربيع، مساحة المربع ايش تربيع؟ ايش تربيع؟ زين، استدار ايش بدلالة ار راح اجذر مباشرة. اجذر الطرفين، مو صحيح؟ اجذر الطرفين راح يطلع له مثلا ايش؟ يساوي لي ار جذر 1 على 2، مو صحيح؟ نعم. هاي تصير علاقة بين ار وبين اتش. اقدر اشيل كل اتش او خلي المكان شنو؟ ار جذر 1 على 2 فراح يجي ار. اقدر اشيل هذا واخلي المكان هذا المكان، طبعا هذا ربط واحد. سنين مع الحاسب يعني خلينا نخلي دلالة ار. اي يصير كل دلالة اتش، ما كل دلالة اتش او كل دلالة ار، المهم صار رقم واحد. ليش؟ حتى من اطالع النسبة اقدر اسوي اختصار بينهم. يعني هنا هسه هاي بالحاسب اذا اضيفها 1 على 100 واعطيها جذر راح يطلع لي في الرقم اللي هي النسبة الموجودة عندنا، يطلع عليها سالفة، يطلع ار استهلاك طلعة بالعكس، نطلع الار بدلالة اتش فيطلع لي الار 0.564. يعني كلنا على سلام دلالة ايش؟ دلالة ايش؟ دلالة عمو المهم يشيل الآن ونخلي المكان هذا يتحمل كل الدلالة. معنى الأسهل شنو؟ احنا عندنا 2 ايش؟ فالثالثة نحول ايش؟ حتى يصير أسهل. كيف كيف؟ حول الوحدة. الوحدة نحول الوحدة. هاي الآن شيلها، خلي المكان 0.564 ايش. تمام. زين؟ وتكعيب، هذا راح يصير تكعيب، هذا راح يصير تكعيب. هسه هذا هنا ايش تكعيب وهنا ايش تكعيب؟ مختصرا والارقام بالحاسبه المبسطه راح تطلع النسبه هاي نسبه عمر فيها الى كثير راح يطلع عمر. يعني دائما اقسم تختصر ويطلع عندي النسبه مالتي ايش قد تطلع النسبه؟ 1.36 ونفس الحالة مثلا في A هنا في سبسي اللي هو المستطيل فراح تطلع بين 2 بالنسبة تطلع 2. زين يا دكتور هو بالسؤال طالب النسبة؟ هاي هسه الهدف منها شنو؟ بس انا ليه ما عندي بعرف؟ هو وين الدور؟ هذا الدور بالسير وهذا الدور بالسكوير وهذا الدور بالركبه. هسه لاغراض الدراسه ثلاثه المقاطع مساحات المتساويه هنا هسه دورنا كمهندسين نريد تحسس الارقام ونريد تحسس الاشكال. عندي ثلاث اشكال ثلاثه من ماده واحده مثل الشفتات مثلا من حديد شفت دائري شفت مربع شفت مستطيل لنوعين. تمام. مساحاتهم متساوية نفس المساحة نفس الكروس سكشن يعني اريا. هذا شنو البعد مال هاي الكلمة؟ أنا أقول لك نفس المساحات يعني شنو؟ يعني الكميات متساوية خلينا نقول، يعني عندك منصهر حديد كمية ثابتة. هذا المنصهر الحديد مرة سويته شيف، مرة سويته مربع، مرة سويته مستطيل. معناته لسه الكميات نفسها لان الطحن متساوي بس اشكالي اختلفت. زين سلطنا على كل واحد توك لسه ما مساوي توك ما مساوي بس شنو اللي مساوي؟ شير انه ثلاثه اللي وصلن الى ماكسيموم شير سترس متساوي. زين هسه طلعنا توك كل واحد من عندهم. الثاني ليش طلعت النسبة بين كل واحد للآخر؟ أريد أجي أتحسس أنا كمهندس إذا خيروني بين واحد من هذين الثلاث مقاطع اللي نفس المادة ونفس الكمية بس مقاطع مختلفة.
كم وحدة صياغة قدروا يستخدموا؟ هاي النقطة المهمة. يعني هسه أنت كم وحدة مستقطع صار عرض قدامك مقطع دائم مربع مستطيل في منبر ما سقط عليه فتوك معين بحيث يوصل ثلاثة إلى نفس الجانب. شو تقول هو استخدم الثلاثة الأفضل والمربع المستطيل؟ أقل تورك. هسه نجيب واحد. طبعا لنزل انه ثلاثة توصل إلى نفس الجانب. شوفوا المقسمة اللي يشوف النسبة. التورك بالسيركل إلى النسبة التورك بال شوف ايش قد النسبة؟ 1.2. يعني التورك بالسيركل يساوي مرة و 36% من التورك النيوتن بالسيكونت. وكذلك التورك بالسيركل ضعف التورك اللي بالمستطيل. اللي بالمستطيل، يعني شنو معناته؟ يعني انا بدي اجي اتسلق، خلينا نقول ثلاثة موجودات، وبدي اتسلق التوري عليها الثلاثة. هذا التورك وصل مرة قريب، مرة ونص تقريبا، يعني قريب مرة ونص، مرة ثلاثة في العشرة. من البداية يا الله اثنيناتهم وصل الجهاد بنفسه. وهذا صار ضعف المستطيل يا الله وصل الجهاد بنفسه، يعني نفس المادة. نفس المادة. بس شكله فيه. ونفس المتي نفس الكمية، يعني كروس سكشن يعني بالدائرة وصل الضعف اللي بالمستطيل يا الله وصلت الإجهادات متساوية لحد الماكسيموم. يعني في السيركل. بس يا الله. السيركل. السيركل يتحمل الحرارة. يعني تحمل مرة و 36% من المربع وتحمل ضعف بالمستطيل. بينما أنا في مواضيع التورك راح دائما تتغلب مني المقاطع الدائرية، دائما المقاطع الدائرية هي تتغلب على باقي المقاطع في مواضيع التورك دائما. دائما هذا الدليل، سهل الدليل قدامنا. يعني طبعا في حالة تساوي إذا صار خيارات في حالة تساوي شنو؟ المادة والكمية اللي هو المساحات متساوية. فهنا هذا راح يكون دور الدائري هو الأكبر، وهذا واضح جدا دوره. يوصل مرة قريب إلى مرة ونص من المربع وضعف المستطيل. فهذا مدار توضيحي ابتدائي أيهما أفضل من حيث المقطع في مواضيع زين. خلي ناخذ سؤال.
25 is 25. On higher 25. شلون اعرف هذا